هذا سائل يسأل أحسن الله إليك، يقول أنا مسافر يوم غد بعد صلاة الفجر إلى أمريكا، ومدة الرحلة 14 ساعة، كيف أعرف مواقيت الصلاة وعلى مواقيت أي بلد أعتمد لأداء صلاتي؟ لا أدري لماذا تذهب إلى أمريكا، لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج من بلاد الإسلام لبلاد الكفر إلا إذا كان يذهب إليها إما أن مهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، أو ليؤدي عملا يؤديه لدولة التي ينتمي إليها، أو لمرض لا يجد علاجا له في أي بلد إسلامي إلا عند أولئك، مع أن العلاج ليس بواجب، يعني الواحد المريض لا يجب عليه أن يعالج مرضه، ولا يجب على أهلها أن يعالجوه وجوبا. اقرأ حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط والرهيط، إلى أن قال: عرض عليه سواد عظيم، إلى أن قال: عرض عليه سواد عظيم سد الأفق، قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فصار الصحابة يبحثون، يقول: من هؤلاء 70؟ من هؤلاء 70؟ أحد يقول: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، وأحد يقول: هؤلاء الذين لم يشركوا أبدا، إلى آخره. فرجع النبي وسمعهم يتحاورون، قال: فيما تخوضون؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يكتوون، ما يعالجون أنفسهم بالكي، ولا يسترقون، ما يطلبون من أحد يسوي يرقيهم علاج، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بدون حساب ولا شيء. فقام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد بن خزيمة بن مدركة، قال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: أجد الله يجعلني منهم. قال: سبقك به عكاشة. قصدي من هذا أن العلاج هؤلاء ما يتعالجون، الذين يفوزون بهذه الميزة ما يطلبون علاج ولا كي ولا أي علاج، متوكل على الله. هم يعلمون أن ما أصاب أن ما كان سيصيبهم سيصيبهم لا محالة. النبي أخبر، قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ. يعني لو قرصتك نملة لا تقول: لو توقيت هذا النمل ما حصل. فلا، ما دامت قرصت يقين أن هذا الأمر أمر لن يتخلف. لكن الناس مأذون لهم، قال النبي: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. قالوا: نحن الرقى نسترقي بها في الجاهلية. قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، الشرك لا إذن فيه. هذا السائل خرج بنا أو حنا خرجنا به عن هذا الشيء، إن كان هو يراه أمر مهم، وإلا والله فإني أنصح أي واحد ألا يستجيب للابتعاث. ثم هؤلاء الذين يبتعثون للدراسة في الخارج، هل هم سوف يصنعون لنا قنابل ذرية حتى نقابل قنابل دولة اليهود قنابل، ونقابل دول قنابل إيران قنابل؟ يذهب واحد يتعلم اللغة الإنجليزية أو أي علم آخر أو الطب. للأسف الطب كان مصدر طب أوروبا كلها بما فيها أمريكا الآن، كان مصدره من الدولة الإسلامية. لكن الناس عمروا دنياهم وحنا ضيعنا ديننا ودنيانا، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. هذا السائل أقول له: كيف يصلي؟ هو ينظر في ويسأل اللي هو معه على أي ذا، ثم أيضا بإمكانه أن يجمع الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر جميعا، قصر جمع، ويجمع صلاة العشاء والمغرب قصر جمع، ويسأل التحري نحن على سماء أي كذا، ويعرف أيضا البلد التي يمرون في سمائها ما هي جهة اتجاههم للقبلة، ويعرف أيضا موضع القبلة موضع مكة من الدنيا
فيما كان عنها غرضا فهو من هناك يعرف الأوقات إن شاء الله تعالى والوقت مدى. وفي الغالب أيضا يكون مع في الطائرة شيء مما يبين دخول الوقت وخروجه، يسأل المسؤولين يعطونه إن شاء الله الخبر. فنسأل الله أن تكون رحلته إلى خير وأن يرجع إن شاء الله بدينه موفرا غير مخدوش، وأن ينجح فيما قصد، وأن يكون مقصده مقصدا خيرا لا مقصدا دنيوي. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعز.